هذا الخط الأصفر ليس ديكوراً للأرصفة في شوارع كركوك، إنما هو طريق خاص لذوي الهمم وخصوصاً فاقدي البصر، ليكون عوناً وأماناً لهم ليتجنبوا الاصطدام بالأشياء. الطريق هذا يعتبر الأول من نوعه، ولن أبالغ إذا قلت في عموم العراق. في تنفيذ المشاريع ارتأينا إلى أن نضع خطوط للناس الضريرين، يعني احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة. هذه من واجب الستاف الهندسي للتفكير في هكذا أمور، وبعض الأمور الأخرى لاحتياجات الخاصة من الإخوان أو الخوات المعوقين أو المعوقات، لوضع سير العربانات في مناطق العبور. 13,000 من ذوي الاحتياجات الخاصة في كركوك يستخدمون هذه الخطوط التي سهلت عليهم الكثير، إلا أن قلة ثقافة المواطن العامة وكثرة التجاوزات على الرصيف من أصحاب المحلات، فضلا عن أخطاء فنية من قبل المهندسين حالت دون استخدام الطريق الأصفر من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة. كثرة ذوي عاقة، أصبحت لدينا 13,000 ذوي عاقة في مركز تأهيل المعاقين، ما عدا ذهنيا لم يسجلون، وهناك قصار أقامة لم يتم تسجيلهم. وكثرة المناشدات، فلبى نداءنا سيد راكان الجبوري ومحافظ كركوك، ومشكورين لمكان مخصص ذوي عاقة. من ضمنهم كان المكفوفين الذين لا يستطيعون العبور من مكان إلى مكان، هناك خطوط صفراء، وكثير أيضا المواطنين لا يعرفون معنى تلك، مع الأسف عدم توعيتهم. هناك الملابس يضعون أثناء البيع، تقليد يجب تعميمه في العراق. هذا ما لذوي الهمم من حقوق في هذا المجتمع، إلا إن الوعي للتجار لا زال لا يدرك ذلك، ففضل مصلحته على حساب مشاعر الآخرين، لذا وجب معاقبة المخالفين. للتغيير، سعدون السلطان، كركوك.